أعتذر لجميع المتتبعين الكرام اللي دائبوا دائما على أنهم يتابعوا قناة المختبر السياسي، لأنه ضيعت الوقت مع ناس ما كيفهموش، وأنه هذا الوقت هذا اللي ضيعته معهم كان لازمني أن هذه الفكرة هذه نوجهها لقناة المختبر السياسي والمتتبعين ديالها، فأعتذر لكم مرة أخرى. وللأسف أنا عرفت راسي بأنني وضعت نفسي أمام واحد الناس اللي ما كانش خصني أنني ندخل معهم في هذه النقاشات، لأنه في الأخير بقى نقاش عقيم رغم كم ديال المعلومات الناس ما كت الناس اللي لا تستوعب، فقط لأنها فرصها الركيل وفرصها السب والشتم. لا فقط بغي يبينك بنادم بأنك راك أنت غلط، هو عارف كل شيء. نفس الشخص اللي كيقول لك الأمم المتحدة غا كتخرف وهو اللي عنده التعريف الصحيح، فهذا من جملة الأمور كذلك. فكان اعتذر لاني مشيت ناقشت معهم وخليت هذا الامر وخليت هذا المجهود وخليت هذه الفكره هذه اللي كان خصني نوجهها لقناه المتتبعي قناه المختبر السياسي، فاعتذر لكم جميعا وشكرا جزيلا على طيب المتابعه. المهم تبعوا الفكره حتى الاخير، تحياتي للجميع. وجامعه مغربيه يعني هذا معليش انني مغربي؟ لا شوف كاين مجموعه من النقاط اللي خصنا نفهموها. انا النظام اللي كيعجبني على مستوى العالم هو النظام الامريكي. لماذا؟ النظام الامريكي كاين بزاف ديال المميزات، ديمقراطي الى النخاع، يعني ما يمكنش لك حتى تحرك داخل الولايات المتحده الامريكيه الا وتتلقى تتصادم بالديمقراطيه، يعني ما يمكنش لك. ايوا عاين اوكي انا نحكي هنايا ترامب وجون بايدن، تتصور انت واش تظن بالله؟ حيت راه طعن ترامب، راه طعن في الانتخابات، تظن انت واش جون بايدن ربح فالز يعني ربح زعما بالانتخابات؟ واخا نرجعوا للنمط الاقتراع بعد ديال الولايات المتحده. وانت عطيتيني مثال بامريكا، عطيتيني مثال بامريكا. وانا عطيتك مثال بامريكا وانا نشرح لك، كيف انت سولتيني على امريكا من الواجب نمط الاقتراع. واش نمط الاقتراع تاع الرئيس الامريكي كيبان في الديمقراطيه؟ تاع الرئيس الامريكي دابا شوف بان الانتخابات مرتبطه بالديمقراطيه، او الانتخابات هي الديمقراطيه. الانتخابات ليست ديمقراطيه بل اليه من اليات الديمقراطيه، لان الديمقراطيه عندها الكثير من الاسس وعندها الكثير من النظريات التي تتوضح الديمقراطيه. والديمقراطيه شنو هو التعريف ديالها؟ هو تيكون واحد الحكم، او باش نكون واضحين يعني الديمقراطية هي مضاد للديكتاتورية. شنو هي الديكتاتورية بعدا؟ هي تركيز السلطات في يد واحدة. الديمقراطية هي توزيع هاد السلطات وتوزيع الاختصاصات، باش نكونوا واضحين. ملي كنوزعوا السلطات فاحنا كنكونوا امام الديمقراطية. هذه حاجة، لان تعريف الديمقراطية هو حكم الشعب نفسه بنفسه. حكم الشعب نفسه بنفسه ماشي بالضرورة على انها تكون بالانتخابات، تقدر تكون بالانتخابات بالشورى. ثاني حاجة هو أنه هذا المعطى ديال الحكم الشعبي نفسه بنفسه تغير مع خاصة من بعد القرن 19، لأنه تحولت الديمقراطية إلى مجموعة من الأسس الأخرى، منها حقوق الإنسان، منها الحرية الاقتصادية، حرية التعبير، حرية التنقل، حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وغيرها. يعني الناس كيديروا فيها زعما مناضلين وما في واقع الامر ما كيعرفوش مجموعه من النقاط، حتى الديمقراطيه اللي كيسمعوا بها غير سامعين بها ما عارفينش. فهذه نقطه يجب الاشاره لها. انا كنصحح ماشي نكايه دوك الناس، لانه شي ناس خصني صراحه نجفف بكرامتهم الارض، لكن ماشي بالضروره على انني نمشي معاهم في هاد الاتجاهات، ولكن كيخصنا نوضحوا بعض الامور. الرئيس الامريكي كينتخبوا الناس، ما كينتخبوش على الرئيس مباشره كما كاين في فرنسا، كما كيديروا على رئيس الوزراء بريطانيا. كينتخبوا واحد الناس اللي غادي ينتخبوا. نعم كينتخبوا اشخاص. نعم كينتخبوا واحد اللائحه. لا وما كينتخبوا لائحه، هذيك اللائحه سبق لي عندي بحث، وبالنسبه للناس اللي بغاو راه نخلي لكم رقم الهاتف، نصيفط لكم البحث ديالي على نمط الاقتراع في الولايات المتحده الامريكيه كامل. كاين هما شنو كيديروا؟ كتصوت على دوك الاشخاص وفقا للعدد السكان، هذه حاجه، بلس جوج ديال المقاعد ديال كل ولايه، فهمتي؟ يعني مثلا كاليفورنيا عندها 55 شخص عاد جوج، يعني احنا لا تعاودنا خويا هذه ولا مدوزه، هذه ولا مدوزه. شرح لنا الانتخابات في امريكا، بغيتك تشرحها لنا كيفاش كتقول لي. انا خليت لا تراك
يا كنت تبطر اخو والله يترس لك البحث ديالي في نمط لا لا زعما تصرفي لا تحكي ولا شوف سي محمد حنا النظام الانتخابي في امريكا في الرئاسه الامريكيه انا كنفوطي وعارف كيفاش كيبان لك ديمقراطي انا كنعرف كيفاش كيبان لك بالله انا غادي نشرحوا للبلديه لان شتي انا انا كنهز الصوت ديالي وكنتخب على من ما بغيت هنايا مي كومون سا فونكسيون ولكن كومون سا فونكسيون خلاتني انني نهاجم لان هذا السيد هذا باغي ينظر في ميريكان وما عرفتش حتى مجلس المستشارين المهم نخليكم تسمعوا هذاك الساعه راه غتدخل البلد كما كتنتخبوا كما كتنتخبوا هذاك الشيء طويل كتعرف كنتخبوا مجلس المستشارين بلا شي اسئله كيفاش كنتخبوا مجلس المستشارين جاوبني على هذا يلا وريني هذا الثامه كيفاش كنتخبوا مجلس المستشارين عندنا مجلس النواب مجلس المستشارين شرح لي مجلس المستشارين المستشارين كيتاخذ النواب اختيار غير مباشر اختيار غير مباشر كبار المصوبين اختيار غير مباشر كيفاش خليني نشرح الرقيع اسمعوا الرقيع خليني يورينا كبار المصوتين لا لا شوف انا كنتخب انا كنتخب انا عربي كينتخب كينتخب المنتخب وقيله والله ما عرفتش المهم خليكم تسمعوا يا خويا باش كتنتخب انا كنتخب على الحزب ديك انت فيك تصايدو فيك ما غادي نعاود اسمع غادي نعاود اسمع غادي يحطوا السي عصام عندي هنا في المدينه ديالي ياك هو تبع الحزب وانا كنبغي الحزب ما كنبغيش عصام عارف المشكل اللي كاين هنايا الانتخابات غادي نشرحوا عصام انا ما كنحملوش ولكن الحزب اللي باغي يدوز عصام ينتمي اليه وحتى انا اسحاق حتى انا فهمتيني شوف انا دونك شو اوبليجي صوت على الحزب راني صوت على التليفون انا فهمك مجلس المستشارين كيفاش كنصوتوا عليه فيه مجلس المستشارين بعدا ما حددش الدستور بحال مجلس النواب عندك 325 مضغوطه مجلس المستشارين الدستور قال لك ما بين 90 وما يفوتش 120 حنا دابا عندنا 120 شنو فيها فيها 60 ينتخبون بشكل غير مباشر من طرف الجماعات الترابيه هما الجماعات والعمالات والاقاليم والجهات ياك ثاني حاجه وهو دوك الهيئات المهنيه اللي فيها الاطباء والمهندسين والمحامين وداكشي ودوك النقابات وداكشي حتى هما عاد ممثلي الاجراء عندهم حتى هما الممثلين ديالو وغير الناس الاجراء واللي منضاوين تحت لواء مهنه ولا مستشارين جماعيين هما اللي من حقهم يصوتوا في هذه الانتخابات حنا ما كنصوتوش فيها حنا كنصوتوا على دوك الناس في الجماعات اللي غاديين يصوتوا على الناس اللي يطلعوا لمجلس المستشارين فهمتي فكذلك هذا النظام اللي كاين هو اللي كاين تقريبا ماشي هو نيت هو اللي كاين في امريكا علاش لان الناس كيصوتوا على الناس ودوك الناس شنو كيديروا كيصوتوا على الرئيس يعني انا مثلا كنصوت على الحزب الديمقراطي ملي كنصوت على الحزب الديمقراطي كيطلع ما يسمى بمجلس او المجلس الانتخابي او بحال كان المجمع الانتخابي شكرا اخي عصام المجمع الانتخابي دوك الناس في المجمع الانتخابي شنو كيديروا هما اللي كيصوتوا على الرئيس وملي كل هالاقتراح تيكون بالاغلبي يعني اللي جاب 50% من الزائد صوت واحد كيدي كلشي الا في ولايه شنو سميتها كاع امريكا وسط امريكا حتى الحدود الاريزونا الله اعلم لا مش اريزونا كاينه في الفوق نيبراسكا هما اللي عندهم التمثيل النسبي هما اللي على اساس التمثيل النسبي بوحدهم في الولايات المتحده الامريكيه هكا كيفاش كينتخب الرئيس في الولايات المتحده الامريكيه الا كان شي طعن فين خصو يكون طعن في المجمع الانتخابي اما ملي كتتم الانتخابات مباشره دوك الناس كيختاروا الناس ديالهم اللي يمثلهم في المجمع الانتخابي راه لا يمكن الطعن فيها لان اصلا هما داروا النظام بدايه من 2002 او 2001 لا اذكر التاريخ بالضبط باش انه ما يمشيوش الى هذه المساله ديال الطعون ورغم ذلك وقعت في عهد اوباما وقعت اختلالات ورغم ذلك بقات مقدور عليها لماذا مقدور عليها لان الولايات المتحده الامريكيه ما فيهاش رئيس واحد حنا كيبان لنا رئيس تيبان لنا بيضا في الوجه لا الولايات المتحده الامريكيه اللي جينا نشوفوا على مستوى الحكم الفعلي كنلقاو عندها 4 ديال الرؤساء رئيس الدوله باعتباره رئيس السلطه التنفيذيه يعين الوزراء ما كيرجع لا البرلمان ولا الوالو كيعينهم ويقيلهم كيف ما عجبو كما شفنا ان ترامب كان يعين ويقيل مثلا ريكس تيليرسون غادي في الطياره
ترامب قال وين تويتر قال لي اقيل ريكس تيلرسون ويعين بومبيو. يعني ماشي بحال الانظمه ماشي الرئاسيه والبرلمانيه اللي ضروره خاصها ترجع للبرلمان على انها التعيينات ديالها. هذه من جمله النقاط. كذلك ملي كنجيو كنشوفوا كنلقاو بان مجلس النواب ومجلس الشيوخ هما مستقلين عن بعضهما ومستقلين على رئيس الحكومه.